لكم انا بائع متجول كنبيع الحصير من العمر ديالي 54 سنه، كنشري هاد الحصير ب 400 ريال وكنجي كنشريهم ب 300 وكنجي كنبيعهم ب 400 ريال. عندي اربعه الوليدات والحاله العائليه ضعيفه بزاف حتى لاقصى درجه، يلا كنبيع شي شويه باش كندير معيشه، وقهرني الكرا وعييت وقهرني الترونسبور، كنبقى نمشي ونجي تما ساكن فايت من الاول، كنجي حتى لاكادير ما كنلقى حتى فاش اللي يجيبني، كنبقى نطلب فيهم يلا كيجيبوني شي طاكسي ولا الطوبيس، الطوبيس كاع اكثريه ما كيبغيوش يوقفوا ليا. عندي جوج مركوبات كنجي من هذاك التلين زكان ومنين زكان عاوتاني حتى لهنا، كنجي مع الصباح مع جيك تسعود وكنمشي مع الربعه حتى الخمسه. هنا كان ناط ليا شي ولسيسه في الصغر ملي كان ديك الساعه تكون عندي ديك يلا بديت كنزيد شي 3 سنين، او ناضت ليا واحد الولسيسه هنا في الجناب وداوني للسبيطار وداكشي، وما عرفت كيف دار فرم ليا بهاد الدق ليا البرا ولا ما عرفت كيفاش سلتات ليا العظم على العظم صافي، وما بقاش كيدوز ليا شي خطا طبي. خطا طبي ايوا، بقى صافي وبقى تشلات ليا الرجل من ديك الساعه صافي، ما كنتمشاش كروسه. كنطالب محسنين باش يتعاونوا معايا، وانا المهم انا كنت زير على الكرا وكنزير على كل شيء، والمهم الحاجه المهمه عندي انا هي الترونسبور، باغي شي موتور ديال ثلاثه الروايد باش نعود نمشي ونجيب، لا ما نبقى نطلع الطوبيسات والطاكسيات. بالنسبه للصحه انا فقدت فيها الامان، ما بقاش عندي الامان فيها، يعني ما بقاش الدواء. انا باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.